ورحت لواحد بيعمل سحر، قلت له انا بحب بنت اسمها يوستينا. السحر ده كان وراه قصة غريبة جدا، هو كان من المغرب وقدر اني يفوق على كل الناس اللي بتعمل السحر، وكان اسمه كبريانوس. ساب المغرب وراح انطاكيا وكان فرحان جدا. في الوقت ده كان في شاب بيحب يوستينا، ويوستينا دي اجمل بنت في المسيحية كلها. حاول ان يخليها توافق عليه، قالت له لا. راح عند كبريانوس الساحر وقال له انا عاوز يوستينا وخد الذهب اللي انت عايزه. كبريانوس وافق واشتغل على يوستينا، وكل ما يبعد شيطان ما يرجعش. راح سأل رئيس الشياطين، قال له فين الشياطين اللي ببعتها؟ الشيطان قال له كل ما الشيطان يروح يلاقي يوستينا بتصلي يتحرك. كبريانوس قال له لو يوستينا ما جاتش انا كمان هبقى مسيحي. الشيطان طبعا لقى واحد هيروح من ايده، راح عمل نفسه بنت وعمل نفسه يوستينا. كبريانوس اول ما شاف يوستينا قال لها اهلا يوستينا الجميلة. الشيطان اتبخر مجرد اسمها، واختفت يوستينا من قدامه اللي اساسا كان هو الشيطان. كبريانوس عرف ان الشيطان ضعيف، راح جاب كتب السحر كلها وحرقها، وراح اتعمد على ايد البطرك وترسم شماس، وبعدها ترسم قس، وبعدها ترسم اسقف. فاكرين يوستينا بقى اللي شكلها حلو خلاها رئيس على دير رهباد. الملك عرف ان كبريانوس بقى مسيحي، جابه هو ويوستينا وعذبه، وفي الاخر نالوا اقليل الشهادة. مهما كنت وحش، مهما كنت خاطي، ربنا مستنيك، وربنا باصص لدموعك، وربنا هيقبلك على آخر لحظة زي ما قبل الإسلامي.